طيب الحين لما الناس تروح تشترك في بعض الأندية الأسعار مبالغ فيها، حتى لما تطلب يقولك مدرب خاص تلقى الاشتراك في السنة في الثلاث شهور مثلا ب2000، تبغى مدرب خاص 7000، تفهم علي؟ يعني أيضا هذا أنتم ما لكم عليه قرار، ما لكم عليه سيطرة، ما لكم عليه رأي، ما لكم في النهاية. هي ترجع للتاجر، احنا ما الحين ما معطينا صلاحية انه نمسك الصالة اللي جوا، فموضوع الأسعار وزي كذا. شوف من ناحية المدرب الشخصي ترى أسعار مقاربة بالنسبة للنوادي اللي حولنا، خص حتى في أوروبا وأمريكا، بس هي الأسعار الأندية هي تعتبر مرتفعة عن أوروبا، بس ترى في الدول اللي حولنا مثل الخليج ترى الأسعار متقاربة تعتبر.